انصدقت الرواية التركية بأن الطائرة الروسية التي أسقطتها اخترقت بالفعل مجالها الجوي، فتلك ليست المرة الأولى. فقبل أقل من شهرين أعلن الناتو أن طائرتين روسيتين اخترقتا المجال الجوي التركي متجاهلتين تنبيهات أنقرة الفورية. موسكو أقرت بأنها في 3 أكتوبر الماضي وبعد الانتهاء من طلعة قتالية دورية في سوريا، دخلت طائرتها الحربية سوخوي 30 المجال الجوي التركي لثوان معدودة في ولاية هاتاي قرب الحدود السورية. وزارة الدفاع الروسية قالت إن الاختراق وقع بالخطأ بسبب سوء الأحوال الجوية. ولأن الحادثة تكررت في اليوم التالي بحسب أنقرة، وجهت تركيا احتجاجا شديد اللهجة لموسكو واستدعت السفير الروسي لديها، فيما عقد رئيس الوزراء التركي اجتماعا أمنيا موسعا مع قادة الجيش لبحث انتهاكات روسيا للأجواء التركية. وفي لقاء وزيري خارجية الدولتين حذرت أنقرة موسكو بأنها ستتحمل عواقب أي انتهاكات مستقبلية. أما الناتو فحذر موسكو أيضا من تكرار الحادثة، ولم يعتبر أن الخرق الروسي هذا غير مقصود. وفي حادثة أخرى، أسقطت تركيا في 16 أكتوبر الماضي طائرة من دون طيار انتهكت مجالها الجوي قرب الحدود السورية. واشنطن اشتبهت بأن الطائرة روسية، بينما ردت موسكو بأن جميع مقاتلاتها الحربية عادت في ذلك اليوم إلى قواعدها بسلام. علم طيرة، العربية.